الاجتماع الأول للجنة المالية الاقتصادية الوطنية للعام 2022 التي عقدت عبر تقنية الفيديو مع العواصم الأخرى أعضاء للتجمع الاقتصادي النقدي لأفريقيا المركزية، كان ذلك بحضور وزير المالية ووزير التجارة. الاجتماع درس عدة مواضيع تتعلق بالحالة الاقتصادية والمالية في القطاعين العام والخاص. وبعد الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعتين، أوضح وزير المالية حامد طاهر إنجيلي قائلا أن هذا الاجتماع درس حالة العام 2021 والتي امتازت بارتفاع ملحوظ في النمو الاقتصادي وصل إلى 3.7%، وهذا يعود لخلق اللجان والشركات الخاصة بالانتعاش المالي، مما أدى إلى رفع الدخل، وهذا نمو اقتصادي مؤقت تم من خلاله دفع الديون الداخلية. وأضاف الوزير أن الاجتماع نظر إلى الآفاق المستقبلية للعام 2022، ممكن تطبيق ذلك بل مضاعفته لخلق الفرص. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة في جلسة أخرى لدراسة التطورات المرتقبة.